إذن لحظات مشاهدينا الكرام وانطلاقة الشوط الرئيس على كأس وزارة الصحة الرعاية الأولية، المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة على مسافة 2000 متر. الجياد والأفراس المستوردة 16 رأس بعد انسحاب شاهان الذي لم يتمكن من دخول جهاز الانطلاق. يبدأ الانطلاق الأرهم في المركز الأول والأصدق في المركز الثاني. في هذه اللحظات رفيق النشام يأتي المركز الثالث، كوديجو يأتي المركز الرابع، محاولة من أيضا بارق الخير للتقدم في هذه اللحظات فيما الصدارة للأرهم في المركز الأول. الأصدق المركز الثاني، التحادي يأتي الآن مع رفيق النشامة والأصدق، اللذان يأخذان التنافس على المركزين الثاني والثالث فيما بارق الخير وكديجو للمركزين الرابع والخامس، والصدارة للأرهم. مشاهدينا الكرام، التنافس الذي يجمع الجياد والأفراس المستوردة بدأ يشتد في هذه اللحظات ما قبل المنعطف الأخير. كوديجو يحاول التقدم فيما الأرهم في الصدارة، الأرهم في الصدارة، والمحاولات من رفيق النشامة وكوديجو الأبرز يأتي للمركز الرابع. فيلد أفنتيتي في المركز الرابع الآن، الأبرز يتقدم للمركز الرابع في التنافس على المركزين الثاني والثالث ما بين رفيق النشامة والصدارة للأرهم. رفيق النشامة يتقدم الآن، الأرهم في الصدارة، هل يحافظ الأرهم أم يتقدم رفيق النشامة؟ رفيق النشامة يتقدم الأرهم، رفيق النشامة يتقدم للصدارة والمركز الأول، الأبرز يأتي للمركز الثالث. إذن يحسمها رفيق النشامة بالمركز الأول. ابن هالينج والأم مينغورا ابنة موتوتو.